اهلا وسهلا بكم من جديد. طيب انا قبل الفاصل سالت الدكتور محمد هل وجود كتيبه الشرطه الروسيه في حلب هل هو مصالح امن المواطن السوري في حلب ام هو احتلال روسي جديد ظاهر للعلن؟ لا طبعا هو الشق الثاني بس يبغى له توضيح اكثر. تفضل. هو احتلال من فتره يعني من نزول القوات الروسيه طبعا عندها قواعد في طرطوس وفي اللاذقيه في الساحل. صحيح. لكن هذا قديم، هذا من وقت حافظ الأسد الوالد الرئيس السابق. لكن خلينا الآن في الحالي هم من عدة شهور دخلوا الروس بقوات أرضية، فالاحتلال موجود والقتل والعنف، وذا لا نريد أن نتكلم عنه لأنه يعني بشاعة لا توصف، ولا نريد أن نأخذ من الوقت، يعني معروف اللي حصل. فهو احتلال بكل المقاييس، والروس طبعا لهم مصالح كبرى في سوريا في غياب الغرب، أمريكا والغرب اللي بصراحة قالوها يعني من البداية، بس احنا يعني العرب يعني تأخرنا، القيادات العربية وتركيا الحقيقة ما أخذوا جديا أنه في 2012 لما بدأت الثورات في 2011 ما أخذوا جديا أنه أمريكا قالتها على لسان نفس الرئيس الأمريكي أوباما، أنه أمريكا ما لها مصالح استراتيجية في سوريا، يعني ما لها قواعد، ما لها وجود من الأساس مثل روسيا، لها مصالح في المنطقة في الخليج في 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 مصر، لكن مصالح استراتيجية داخل سوريا، لها مصالح بالمنطقة ككل وأمن أوروبا، لكن في سوريا قالوا حنا ما لنا وجود، كيف ندخل كيف إننا. فالروس استغلوا وأصبحوا فعلا دولة احتلال وليس دولة يعني سلام، دولة احتلال وهيمنة. طيب خلينا نسأل الدكتور محمد، غدات اغتيال السفير الروسي في أنقرة، عقد اجتماع ثلاثي إيراني تركي روسي وخرجوا بإعلان حول حلب، بعدها بيوم دعوا الرياض بأن تلتحق بهذا الإعلان. هل تجد أن الرياض يجب أن تلتحق في ظل هذا الغياب الأمريكي؟ هل يجب أن الرياض يجب أن تخرج بإعلانها الخاص وتدعو من تريد للالتحاق بهذا الإعلان؟ شوف، ما في أحد، لا أحد يدعوك بدون حاجة لك. يعني الدول هذه عارفة أنه ما يمكن إصلاح الوضع السوري أو الوصول إلى اتفاقات بدون وجود المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي القطب الثاني في تمثيل الإسلام السني. وأنا ودي بس لو الناس تقرأ التاريخ شوي، ما نراها الآن هو امتداد لصراعات تاريخية قديمة، وكانت الصراعات هذه بين روسيا وتركيا بالتحديد، روسيا أيام الخلافة، إذا قويت تركيا قضمت بعض الأمور من روسيا، وإذا ضعفت حصل العكس. فهناك يعني في في في, في التاريخ، عندما تأخذ كتاب تاريخ وتقرأ 100 صفحة 100 سنة ولا 80 سنة تقلبها، لأنك تشوفها فترة تاريخية قصيرة يعني، ولكن التاريخ يبقى. طيب ما هو ويعيش مع الناس. ما هو دور الرياض حاليا بعد سقوط حلب؟ كيف ترى دور الرياض حاليا بعد سقوط حلب؟ أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية ما زالت ماضية في الدعم توجهات الشعب السوري وتطلعاته، وهو طبعا تطلعاته في الخلاص من الحكم الأقلي العلوي الفئوي اللي يعني مارس هالعنف كله على سوريا. وأنا أعتقد أن السعودية من الدول الأكثر معقولية والأكثر مرونة عندما يأتي للحل السلمي يعني. طيب. شيخ حمود، أيضا حنتحدث عن موضوع إدانة الاستيطان في الأراضي المحتلة الذي أدانته 14 دولة أو 13 دولة وامتنعت أمريكا عن التصويت. هل قانونيا تعتقد أن هذه الإدانة كفيلة بإيقاف الاستيطان؟ وفق هذا القرار ومضمونه ومقتضاه نعم، أقر هذا من مجلس الأمن، وحتى امتناع واشنطن عن واستخدام الفيتو يعتبر موافقة، وبالتالي تقريبا من 10 سنوات لم يصدر قرار من مجلس الأمن بهذه القيمة وهذا القدر وهذا الفعالية، خاصة أنه يتعلق بوقف استيطان في مسميات في القدس سواء كانت الشرقية الغربية أو في الضفة، وبالتالي هو حدد المكان والحيز وحدد نوعية الفعل التي هي الاستيطان اللي إسرائيل حقيقة مستمرة فيه. خليني أنقل السؤال أيضا للأستاذ محمد، مصر كان يفترض أنها هي من تطرح هذا القانون، لكنها خرجت بتصريح تقول فيه أنها انتظرت أو أرجعت أن تطرح هذا الموضوع خوفا من أن يكون هناك فيتو أمريكي. هل أنت مقتنع بهذا التبرير؟
بالسياسة قد يكون هذا نعم صحيح، يعني أن يكون هناك تخوف من استخدام فيتو بحسب صيغة القرار، وإذا لم يكن هناك يعني توافق على الصيغة. ولكن أعتقد أن مصر يعني يجب أن نراعي أنها تمر بمرحلة انتقالية، لا يوجد هوية واضحة للسياسة المصرية حاليا ودورها الخارجي، وهذا مؤسف طبعا لأن مصر وثقلها كبير جدا ومهم، بل أن الفراغ والتشابكات والتشعبات بما فيها الأزمة السورية تتكلمون عنها سببها هو ضعف الدور القيادي والريادي لمصر. لذلك أنا أعتقد أن مصر الهوية السياسية الخارجية بعد التغير الذي حدث بخلع الرئيس مبارك لم تتضح هوية مصر السياسية الخارجية الآن، ولذلك تبريرهم سياسيا قد يكون مقبول ولكن بشكل عام ليس مقنع إلى حد كبير. حول مسألة الريادة والقيادة في الوطن العربي، هل تعتقد أنه يمكن أن تكون هناك قيادة لمصر في ظل الأوضاع الحالية؟ بالفترة الحالية طبعا يصعب تماما، مصر بحاجة إلى وقت كبير، لديها خلل إداري واقتصادي ضخم، وهذا يشكل عبء على قدرتها بأن تكون دولة مؤثرة في الخارج. ولذلك نلاحظ أن دول الخليج هي التي ملأت الفراغ السياسي الكبير، ليس فقط الذي أوجدته مصر منذ سنوات، إنما أيضا القوى الغربية وأمريكا لها مصلحة في سوريا. أختلف مع هذه النقطة، لأن أمريكا تريد إنهاء كل ملفات الحرب الباردة، الفصل الأخير منها للأسف كانت الضحية هي سوريا لأنه كان على أراضيها، والروس وغيرهم ما هم أكثر من متورطين، وما حدث في حلب هو قائم على اتفاق روسي تركي بالأساس وليس أي قوة أخرى، والشرطة الروسية هي تأتي لاستبعاد القوى التي تمثلها أو تمثل إيران كجزء من الاتفاق. تعليق قصير 30 ثانية انتهت الحلقة. عندما أنت تريد أن تفهم موقف دولة ما يجب أن تنظر للموضوع من زاويتها. بالنسبة لأمريكا ترى أن الوضع في صالح، هناك مجموعات إسلامية هي تعارضها أصلا، تحارب الروس والإيرانيين وكلهم أعداء لها، فهم حرب أعداء لها. شكرا فتركت فهم عليك. شكرا متفقين إذن. شكرا إن شاء الله إننا متفقين. شكرا أيضا لكم أعزائي المشاهدين. بقي لي أيضا أن أشكر الدكتور محمد بن معمر، أشكر الدكتور محمد العبد اللطيف، أشكر أيضا الشيخ حمود الناجم والأستاذ محمد العنقري اللي شرفنا بأول مرة، والشكر أيضا موصول لكم، ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع الزميل إدريس.